في نينوى يواظب موظفو دائرة الصحة على دوامهم بشكل كامل على الرغم من عدم صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم المتراكمة. موظفون وخلال تظاهرة نظموها أمام مبنى دائرة الصحة حملوا الوزارة ومديرية المحافظة مسؤولية تأخر تسليم رواتبهم وعدم صدور تصاريحهم الأمنية، مؤكدين أن أكثر من 600 موظف بانتظار عطف رئيس الوزراء لإعادة النظر بقضيتهم. جمعنا هذا اليوم نريد نواجه المسؤول من دائرة الصحة نينوى لنتابع ونعرف آخر مستجدات ما وصل إليه العمل من أجل رواتب موظفين مجموعة موظفين اللي هم قيد التدقيق ووجبات التصويب والأخطاء الجوهرية. هاي 7 سنين أبو ولادي شهيد رئيس ممرضين ب 2012 6/12/2012 استشهد بسبب الإرهاب، ولحد الآن لا ماخذين التعويض مالته، ولا حد الآن الجايز ماله ما مستلمين، وقطعة الأرض ما مستلميها. يودوها القوائم ويرجعوها كذب في كذب، يوعدونها كذب في كذب. احنا متنا من الجوع، متنا من الجوع يا ناس. لا مدير عام يدير بال علينا، لا محافظ يدير بال علينا، لا وزير يدير بال علينا، احنا وين نروح؟ يصب نتجه. ولحد الآن لم نحصل على التصريح الأمني، وبالتالي لم نحصل على الراتب. راتب لحد هذا اليوم، والذي يعتبر هو مصدر الدخل الوحيد ومصدر رزقنا وأرزاق عوائلنا.